اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تشكر، وأهل أنت أن تعبد، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، وللخيرات كلها دليلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي أضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى، وله الحمد في الآخرة والأولى، وله الحمد على ما أعطى وأوفى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المآل وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين بأن لهم جنة المأوى، لهم فيها ما يشاءون خالدين، وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى، وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى.
وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى. لهم فيها من الحور العين لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى. لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى ويشرب من حوض النبي ويهنى. هذا جزاء من أحسن واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لهم فيها عذاب شديد لا يقوى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يسحبون في النار على وجوههم إلى جهنم وجعل النار لهم مأوى. يوم يسحبون في النار على وجوههم إلى جهنم وبئس المأوى. لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى ولهم من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى. فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مثوى. فيا خسارة من تكبر على ربه وغوى فيا خسارة من تكبر على ربه وغوى. ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. وصدق الله العظيم وصدق الله العظيم الكبير المتعالي. وصدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. وصدق الجبار الذي أرسل الجبال العوالي. وسبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. وسبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. وسبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا. وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة. اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا ملك الملوك اللهم يا ملك الملوك اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة. اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة. اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك. اللهم اغفر ذنبها اللهم اغفر ذنبها اللهم استر عيبها اللهم اكشف كربها اللهم
اللهم اكشف كربها، اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، ونستجير بك وأنت خير مجير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك يا حي يا قيوم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، حينا وميتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في النبيين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجز عنا نبينا محمدا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم شفعه فينا، اللهم ارزقنا في الدنيا يا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك. اللهم اغفر لجمعنا هذا، اللهم بارك في جمعنا هذا، اللهم ارحم جمعنا هذا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مقترا عليه في رزقه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم ارحمنا برحمة من عندك، رحمة تقننا بها عن رحمة عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.